تقريبا افضل او الاصعب، مش اصعب، خلينا نقول الافضل. ده كان شوف صبحي يا ابني موجود انت اهو. حد تاني لازم اسست هيب. لا السباين الموضوع بقى اصعب شويه، او مش اصعب، الموضوع اهم بكتير. السباين دايما لما يجي يتقال على حاجه مهمه جدا هو ايه؟ العمود الفقري. هو ده العمود الفقري. السباين ده العمود الفقري، ده الكور، ده الاساس، ده هو اللي ماسكك، ده هو اللي بينقل او بروتكت السباينال كورد. يعني ايه سباينال كورد؟ ده يعني نقدر نقول باللغه البسيطه جدا كابل الكهرباء الرئيسي. السنترال نيرف سيستم بيتكون من حاجتين، برين وسباينال كورد. ده السنترال نيرف سيستم. السنترال نيرف سيستم هو الامر الناهي، هو الامر الناهي. احنا قلنا بنتعامل مع مين؟ نيورو ماسكول سكيلتال ديسوردرز. هو الامر الناهي. مين بيحمل، مين بينقل ده؟ سباينال كورد، فيرتيبرال كولم او سباين. السباين زيه زي اي حاجه احنا بندرسها، في جوينتس، في تندونز، في ليجامنتس، في ماسلز. يعني نقدر نقول في اوستيولوجي، في ارثرولوجي، في كينيماتكس، في كينيتكس، بلس حاجه ثانيه مهمه جدا 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 مش موجوده ثاني. كان عندنا بناخد نرف سبلاي ماشي والاكشن بتاع الوقت. لا هنا الموضوع اصعب شويه. هنا عندك على مستوى السيرفيك سباين والدورسال سباين وايه حد ال1 في سباينال كورد. سباينال كورد يعني اي غلطه لبارابليجيا او كوادريبليجيا. الغلطه بايه؟ بليجيا يعني شلل. كوادري بارا لو سباينال كورد، بارا اللي هو الطرفين السفليين، كوادري اللي هم الاربع اطراف ليجيا او فاريسيس. فده نقطه. النقطه الثانيه لما بنتكلم على سباينال كورد او السباين بنتكلم على بريكر بليكسس وبنتكلم على لامبو ساكرال بليكسس. ده برضه موجود في فيرتيبرال كولم او السباين. فالنهارده اي مشكله في الاور ليمب، اي مشكله في اللور ليمب يعني ايه؟ ايه شولدر هاند ريست هيب مي انت فوت هتسكرين السباين. يبقى النهارده اللي جالك عيان اشتكى من الم في دراعه او ايده او الابر ليم لازم تعمل ابر كوادرنت سكرين، سكرين السيرفايكال سباين. هيجي لك عيان لور ليم ديس اوردرز هيب مي انكل لازم تسكرين مين؟ سباين. سكرين السباين يعني تتاكد ان الكيماتكس، كيماتكس والكينيتكس على مستوى السباين نورمال. تاكد الكينيتكس على مستوى السباين نورمال. الاستيولوجي اللي موجود عندي فيرتيبري. السباين بيتكون من 33 فيرتيبري. 7 سيرفايكال، 12 دورسال، 5 لامبر، 5 ساكرال، ومن 3 ل 5 او 3 كوكسيك. بينهم 23 ديسك. اللي هو الزراعي هو الغضروف. الديسك هو الغضروف. يبقى احنا عندنا 23 انتر فيرتيبرال ديسك. عندنا 33 فقره. الفقرات بونز او استيولوجي. اي عظمه بنشوفها تشريحي بنعرف فيها التركيب بتاعها وهي متكونه ازاي. ده مبدئيا. النقطه الثانيه فيرتيبري مع فيرتيبري هيبقى عندنا السباين مش هندرسه، هندرس بقى حاجه اسمها فانكشنال يونت اوف سباين. يعني ايه فانكشنال يونت اوف سباين؟ الوحده البنائيه او التال الوظيفيه او التركيبيه للسباين. ودي عباره عن ايه؟ اثنين فيرتيبري يعني فقرتين على بعض، بينهم انتر فيرتيبرال ديسك، معاهم ورا اثنين زيجو افيزيال جوينتس، اثنين زيجو افيزيال جوينتس او اثنين فاسيت جوينتس. يبقى في فيرتيبري فوق فيرتيبري تحت، بينهم انتر فيرتيبرال ديسك، ورا اثنين زيجو افيزيال جوينتس. بس نبدا حته براحتك. لما نبدا مع السباين ده الشكل العام. ده اوستيريو فيو يعني انا شايف العين من قدام او من ورا. ده لاترال فيو او سيريكال الاولاني فرونتال او كورنر. اللي بعده
ابدا اقسمه بقى في الكبري في الريجون ريجونز. الريجونز الاولانيه سيرفايكال سباين ودي سبعه، والسبعه هناخد كل النهارده دي اورينتيشن ليكتشر، يعني احنا هنفهم احنا هنمشي ازاي. بعدها سيرفيكال سباين والدورسال ممكن ياخد واحده واثنين لامبر، يعني السيرفايكال والدورسال هياخدوا واحده واثنين لامبر، يبقى كده خلصنا من اربع محاضرات سباين. تمام؟ ادي السيرفايكال سباين. السيرفايكال سباين او السباين عموما كل السباين هتلاقي في الفقرات يا اما تيبيكال يا اتيبيكال، يعني فقرات متماثله يا اما فقرات مختلفه. السيرفايكال سباين هما سبعه، لما نيجي ندرس هنعرف ان الفيرست والسكند الاطلس والاكس والسيفن دول اتيبيكال، ومن الثالثه الرابعه الخامسه السادسه تيبيكال. هناخدهم بالتفصيل لما نيجي نتكلم عنهم، وكذلك الدورسال وكذلك اللامبر التيبيكال والاتيبيكال. بس عايزين نرسم الخطوط العريضه للسباين. خطوط العريضه للسباين انا عندي اللي هي الصوره اللي في النص ده، الصوره اللي في النص دي بتشمل بادي بادي انتر فيرتيبرال ديسك في اثنين بيديكل، اثنين ترانسفير بروسيس ورا، اثنين ترانسفير بروسيس، اثنين لامني والاثنين لامني مكملين مع بعض عاملين سباين بروسيس. يبقى الجونز اللي عندي لها مسميات بادي، بعد كده بيديكل، ترانسفير بروسيس، اثنين لامني، سباين بروسيس. الترانسفير بروسيس في حاجتين، سوبيريور ارتيكولار فاسيت وانفيريور ارتيكولار فاسيت، يمين وشمال، يعني في تمثل ليه سوبيريور ارتيكولار فاسيت وانفيريور ارتيكولار فاسيت، يمين واحد وشمال واحد، اثنين موجودين. يبقى اثنين سوبيريور ارتيكولار واثنين انفيريور ارتيكولار فاسيت موجودين. الاثنين سوبيريور وانفيريور ارتيكولار فاسيت مع الفقره اللي تحت منها عاملين، الانفيريور مع الفقره اللي تحت منها عاملين مين؟ زيجو اثنين زيجو ابيفيزيال جوينتس، اثنين زيجو ابيفيزيال جوينتس او بلان ساينوفيال جوينتس. من قدام البادي مع البادي بينهم انتر فيرتيبرال ديسك، ده كارتيلاجينس جوينتس. لما يكون كارتيلاجينس جوينتس اللي هو مين؟ الانتر فيرتيبرال ديسك هناخده اللي هو الغضروف نفسه، هناخده بمكوناته بالتفصيل الوقت. يبقى انا عندي بادي انتر فيرتيبرال ديسك، ده الانتيريور كولر او العمود اللي قداماني، في بوستيريور كولر. البوستيريور كولر في النيورال ارش او النيورال كانال، في السباينال كانال اللي ماشي فيها مين؟ الفيرتيبرال كولر السباين كولر. في الانتر فيرتيبرال فورامين اللي ماشي فيه مين؟ النيرف روت. لما كنا بنتكلم في نيوروفيسيولوجي على البريفرال نيرفال سيستم قلنا 12 بير في الكرينيال نيرف و31 بير في سباينال نيرف. ال 31 بير في سباينال نيرف خارجين من هنا من الانتر فيرتيبرال فورم على كل المستويات بتاعت سباين. 8 في الدورسال في السيرفيكال سباين هتلاقي سي 7 تي لحد سي 8 تي 1 سي 8 تي 1 صح ولا ايه؟ البريتال ديكسس سي 1 2 3 4 يبقى سي 5 6 7 8 تي 1 يبقى في 8 في السرفايكل و12 في الدورسال و5 في اللمبر والاكسجيال 5 موجودين والساكرا في كل اكسجيال مير. يبقى نيجي بقى عندنا 31 بير وفي سباينال نير و12 بير كرينيال نير. ال 31 بير وفي سباينال نير دي بتتكون كل البريفرال نيرفس سيستم اللي هو الافرنت والافرنت اللي يدخل ويخرج، السنسري والموتور، الانتيريور سنسري والبوستيريور ايه؟ الانتيريور موتور والبوستيريور ايه؟ سنسري، والدورسال والجانبي، هناخد الكلام ده برضه بالتفصيل بس واحده واحده. مبدئيا يبقى انا عندي البادي انتر فيرتيبرال ديسك، فيرتيبرال كانال، النيورال ارش الحته اللي ورا او البوستيريور كولم. البوستيريور كولم بيتكون من بيديكل، ترانسفير، لامي، سباين بروسيس. الترانسفير في سيبيريور ارتيكولار فاسيت، انفيريور ارتيكولار فاسيت اثنين على الجنبين يمين وشمال عامل اثنين زي الابيفيزيال جوينتس. يبقى لما اجي اتكلم على فانكشن يونت اوف سباين بتكلم على واحد اثنين فيرتيبري بادي بادي انتر فيرتيبرال ديسك ده قدام، وده تقريبا بيشيل 80% اوف ويت بير، بيشيل 80% من الوزن و20% من البادي ويت بوستيريور على مستوى مين؟ الفاسك جوينتس.
على مستوى الفاس الجويس واليورا الارش. اليورا الارش ماشي في مين؟ ماشي فيه في الفيرتيبرال كانال سباينال كورد. في الانتر فيرتيبرال فورين النيرف روت اللي هم ال 31 بير وفي سباينال نيرف. 31 يمين 31 شمال. على مستوى مين؟ كل السباين. البيرز والسباينال نيرفز او السباينال نيرفز تتجمع مع بعضها وتعمل حاجه جديده. ايه هي الحاجه؟ فوق على مستوى الابر ليم تدي بريكر نيكسس اللي تتكون 5 6 7 8 تي 1 وتطلع انتيرو بوسيرو باترانك ميدل ترانك وباترانك وتتقسم انتيرو بوسيرو ولاترال كورد وميكسيرو كورد وميدل كورد وتكون بقى البريفرال نيرفز الفيدرال والانر والريدال والبروسوس كامل والدورسال والسيرفر. ده فوق. ننزل تحت اللامبو ساكرال سباين في الفيمورال نيرف الاثنين ثلاثه السياتيك نيرف الاربعه خمسه اس 1 السيبول البروتير والانجيري بروتير نيرف والنيرف توبوتريك اكسترنس والنيرف توبوتريك اكسترنسر والبروتريك اكسترنس. تمام؟ كل ده طالع منين؟ من اللامبو ساكرال بلكسس. يبقى النهارده السباين اي ديس اوردرز على مستوى الفاسك هيأثر على الابر لين او اللور لين. لو في السيرفايكال سباين هيأثر على الابر لين. لو في اللور سباين والسيرفايكال سباين هيأثر على اللور لين. يبقى النهارده وانت بتسكن عيان او تفحص عيان لازم تتاكد ان السباين او فيرتيبرال كولم العمود السفلي سليم قبل ما تقول ايه؟ المشكله فين؟ دي نقطه. يبقى دي ادي من ده مبدئيا. يبقى انا النهارده الويت فين؟ 80% انتيريو 20% بوستيريو. طب احنا النهارده بنتكلم على اوستيولوجي كعظم. العظم بادي بادي انتر فيرتيبرال ديسك المسافه بينهم. الديسك ده كارتلاجينس نيوكلاس بالبوليس وانيلس فيبروليس. يبقى انيلس فيبروليس يا علي ونيوكلاس بالبوليس. الانيلس فيبروليس ووتر كونتين جلوكوزا ماين وجلايكان وجروب الجلايكان اجريكان نفس المكونات بتاعت الكونكتيف تيشو بس هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي لان النيوكلاس حاجه والانيلس حاجه. النيوكلاس الماده الجيلاتينيه شوك ابزوربر حاجه والانيلس فيبروزس تايب 2 كولاجين فايبر زيها زي المناسكس حاجه ثانيه والفايبرز والكولاجين فايبرز اللي موجوده حاجه والسيل اللي موجوده حاجه ثانيه. هناخد ده بالتفصيل دلوقتي لما نيجي نتكلم على الديسك. بس مبدئيا بادي بادي في انتر فيرتيبرال ديسك. اللي بعده ده بيشيل كام؟ 80% من الويت بيرنج من الوزن. النقطة الثانية طالما بيشيل ويت كبير قوي ونص معظم الوزن عليه هيبقى نوع البون ايه؟ كانسيلس كانسيلس او سبونجي بون. وسبونجي بون الاوتر لير بتاعته او البريوستيال بتاعه محاط بمين؟ بكومباكت بس هو اصلا كانسيلس. طب لما يكون كانسيلس ده معناها ايه؟ طالما كانسيلس يبقى هايلي ريسك تو ديفولوب اوستيوبوزيس. فاكرين لما كنا بنقول على البون بارو هنا السنه اللي فاتت كنا بنتكلم على الاوستيوبوزيس قلنا 700,000 من العيانين اللي بيجي لهم انتر فيرتيبرال كومبريست فراكشر او فراكشر نتيجه الاوستيوبوزيس نص العيانين بيجي لمين؟ سباين او فيرتيبرال سباين. يعني العين اللي بتتكسر نتيجه الاوستيوبوزيس او الهشاشه بيكون عيان مين؟ سباين. والفراكشر ده يبقى فين؟ مش في الميديكال واللامينال مش في البوستيري مش في النيورال ارش اللي هو الكومباكت بون. هيبقى فين؟ في الكانسيلس. هيكون فين؟ في الكانسيلس اللي هو الانتيري. النقطة الثانية طب هو كانسيلس ليه؟ لأن موجود بينه وبين بعض اللي انت بتفتبر الديسك والديسك افاسكولار بارشلي انرفيتد. يعني الديسك اصلا ملوش نرف ملوش ارتري ملوش بلاد سبلاي فبيعتمد في التغذية بتاعته على الانديبيشن والديفيوجن على العظم اللي جنبه. فالعظم ده لو كومباكت هياخد منه ايه؟ لكن لما يكون كانسيلس والبروست بتاعته اكتر من 85% لكن الكومباكت البروست بتاعته كام؟ 15% يقدر يوصل الغذاء بتاعه من البون في بط صبلان ونلف صبلان يقدر يوصل لمين؟ من البون الديسك. فالديسك يعيش ويتغذى. لكن لو العظم كومباكت مش هلاقي غذاء مش هلاقي غذاء فهيموت الديسك لانه حياته على اللي جنبه. هو معتمد على غيره مش معتمد على نفسه في حياته معتمد على غيره.
ويا ويلي اللي يعتمد على غيره، يا ويلي اللي يعتمد على غيره ما تمشيش على نفسه، ما تمشيش على دراعه زي ما بقولوا الرجال ده. فالديسك معتمد على مين؟ على غيره. فلو ما اتحركتش مارست رياضة بشكل معين، عضلاتك ضعيفة المفروض تتحرك، ده كله هتبقى عرضة لمشاكل العمود الفقري. مشاكل العمود الفقري اللي هو الديسك والسبوندلوزيس والخشونة والسبرينز والسترينز والكلام ده كله تكاد تكون مشاكل العمود الفقري زيها زي الكومن كولد. هو في حد لما يجيش نازل برد وهكذا محدش ضهره مش هيوجعه؟ ولكن اللي مناعته كويسة، اللي بيلعب رياضة، اللي عنده الانفكشن كنترول كالتشر، ثقافة الانفكشن كنترول، بيتعامل بشكل بروفيشنال في التعاملات، الريسك انه يجيله كومن كولد نزلات برد زي واحد واخد الدنيا كده ومفيش اي مشكلة بالنسبة له وما بيتاكلش كويس والكلام ده، هي نفس القصة. الآن الضغط زي كده. الآن الضغط زي كده بالظبط، زي الكومن كولد. بس الكومن كولد بتاع مين؟ الماسكول سكيلتال سيستم. كومن كولد وفي ماسكول سكيلتال سيستم، يعني الكومن كولد بتاعنا احنا كبتوع عظام مين؟ الام العمود الفقري. يعني مش حد ياخد الجوش. وهقول لكم معلومه ثانيه، 90% من الام الظهر ويسكول وزاوت تريتمنت بتتحسن. خلال 12 اسبوع، 6 ل 12 اسبوع. 50% خلال اول اسبوعين لوحدهم بيخفوا. بعلاج او من غير علاج. 70% خلال 4 اسابيع. خلال 12 اسبوع ممكن يكفي. القصه مش ان انت تعالج. القصه ان عنده ريكيرنس ريت فلوبك بين بنسبه 60-80% تاني هيجي له الم ضخم. فدورك مش ان انت تضيع الالم. دورك ان تضيع الالم اسرع ويرجع شغله بدري. تضيع الالم اسرع ويرجع شغله بدري. لو نجحت ده يبقى انت نجحت. اثنين، تقلل الريكيرنس ريت. كلنا بنسمع انا ظهري وجعني يا دكتور، وفي نفس السنه كل سنه في نفس الميعاد ظهري يوجعني بعد كل الشتاء او دخول الصيف ظهري يوجعني. مش بنسمع الكلام ده من اهالينا وجيراننا او نفس الكلام ده ريكرنس. فمعنى ان يجي لك عيان ويجي لك في نفس التوقيت او بعدها بست شهور نفس الوجع تاني، يبقى انت ما عالجتوش. ولا علاجه ان انت تقلل الريكرنس ريت. علاجه ان انت تقلل الالم بسرعه، يعني بدل ما ياخد الطبيعي ان ياخد 12 اسبوع او 6 اسابيع او 4 اسابيع، انه الاربع اسابيع يبقوا 2، الثلاثة يبقوا 1.5، الاربعة يبقوا 2، الستة يبقوا 3. طب كده ذا ايريا ذا تير تو ورك ذا بيتر ذا برنوزس. كل ما العيان رجع شغله بدري كل ما كان تحسنه احسن. العيان اللي ظهره بيوجعه وياخد اجازات مرضية سيك ليف 6 شهور عنده تشانس 40% فقط انه يقدر يرجع شغله. تاني، العيان اللي بياخد اجازات مرضيه عشان يوبك بين الام في الظهر او العمود الفقري لمده سنه عنده تشانس 20%. اللي بياخد سنتين بقى رايح جاي على الدكاتره وبيلف كده عن زيرو تشانس، عاوز يشوف مشغوله جديده. تخيل واحد رب بيت فاتح اسره، رب بيت وفاتح بيت، رب اسره وفاتح بيت وشغله هو الاساس بالنسبه له عشان يفتح بيته، ما عادش يلاقي شغل عشان سيادتك ما عادش تعبه. هتقف قدام ربنا تقول ايه؟ فلازم تفهم ده بتحرك ازاي وايه المشكله وفين المشكله وايه اللي زود المشكله وازاي تمنع حدوث الالم تاني عشان كده تبقى انت كده عليه. لكن يضيع الالم هو الالم كده كده هيروح. بيت او من غير بيئه او من غير رايح الالم. دوري مش ان انا اضيع الالم، دوري ان انا ارجعه شغله بدري، ارجعه شغله في اسرع وقت. الثالثه، يقلل المده اللي ياخدها كسيك ليف. كل ما العيان خد اجازه مرضيه اطول، كل ما قعد ريح اكتر، كل ما نام على الخشب نام على الارض، الكلام ده كله ابسوليوتلي كونتر انديكيتد. دي كلها موروث ثقافي خطا. موروث ثقافي خطا. يبقى نتكلم بقى عن الفانكشن يونت. يبقى بادي بادي انتر فيرتيبرال ديسك، انتر فيرتيبرال فورمن، فيرتيبرال كانال، بيديكل، لامني، سباين بروسيس، زايد وابوزيا جوي، سوبيريو انفيريور ارتيكولار فاسيتا. دي بقى النقطه اللي بعدها. احنا اتكلمنا على مين؟ على اوستيولوجي. نتكلم على ارثرولوجي. الارثرولوجي اللي في السباين بين البادي والبادي ديسك وظيفته ويت بيرنج، يشيل ويت. شيلات. ده قدام بيشيل 80% وورا واحد مسؤول عن الحركه اللي هو الزايجو
ابيفيزيال جوينت او ساينو بلان ساينوفيال جوينت اللي بيحرك ده 20% اللي قدام 80% الحركه بقى ايه اللي بيحكمها؟ الحركه اللي على مستوى السباين بيحكمها مجموعه حاجات مختلفه. ايه هي بقى الحاجات؟ هرجع لها تاني بس اخلص الحته دي الاول. يبقى انا قلت البادي، ادي البادي، ادي الفيرتيبرال كانال، ادي البيديكل، سوبيريور ارتيكولار فاسيت، اللامني، الترانسفير بروسيس، والسباين بروسيس. يبقى الحته اللي بعد البادي على طول تكون بقى الجون اسمها بيديكل، بعدها ماسك فيها على طول السوبيريور ارتيكولار فاسيت، واللي تحت الناحيه تحت الانتيريور ارتيكولار فاسيت. لو قلنا ده السوبيريو، ده اللامني، ده السوبيريور ارتيكولار فاسيت، يبقى اللي من الناحيه تحت في الاصبع في الارتيكولار فاسيت هيبقى انتيريور ارتيكولار فاسيت. يعني الفقره لها مفصلين من فوق ولها مفصلين منين؟ تحت. ده كارتيكوليشنز. عشان الارتيكوليت اللي في السوبيريو مع الانتيريور بيعملوا مين؟ زيجو ابيفيزيال جوينتس، بادي، بيدل، ترانسفير. الترانسفير دي ارتيكولار فاسيت سوبيريور وانفيريور، من فوق سوبيريور ومن تحت انفيريور. بعد كده اثنين لامين، بعد كده سباين بروسيس، سباين بروسيس. تمام كده؟ ده كاستيولوجي. كل بقى منطقه من الاربعه السيرفيكال احنا هندرس ثلاثه او اثنين مين. مين هما؟ الرقبه والقطنيه. مين؟ مين؟ الدورسال، الدورسال سباين مفيش مشاكل كتير قوي. الدورسال سباين بنقعده عشان انتر سكابولر ماسلز وحاجه الموبيلتي بتاعته والريب كيج كريسبيريشنز وبايوميكانكس وكريسبيريشن عشان البطن. اما كماسكول سكيلتر ونيورو ماسكول سكيلتر ديس اوردر وعينين العيانين عين الرقبه وعينين مين؟ الرقبه العنق والقطنيه السيرتيكال سباين واللمبر سباين. ودول تقريبا بيمثلوا 50-60% من عيني العياده، العلاج الطبيعي. يعني اي عياده طبيعي بتقعد في العياده لو دخل لك 10 عيانين توتال منهم خمسه او سته سباين. خمسه او سته سباين، يعني تقريبا نص شغلك سباين، نص شغلك سباين ما بين سيرفيكال وبين لمبر. نص شغلك وتيجي بقى اللي هو مش تبع الكمال، لما تيجي تتعامل مع عين كتف اصلا اللي هو تبع ال 40% او عيان قلبه او عيان هاند لازم تشتغل سيرفيكال، لازم تشتغل سباين. لما تيجي تشتغل مع عين كتف او عيان ني او عيان انكل لازم تعمل لمبر ستابلايزيشن اكسرسايز والكور تريننج عشان تظبط الكاريتر شيم كنترول. فحتى لو حاله مش سباين داخل معاك بروكسيمال ستابيليتي ديستال موبيليتي، هو القاعده ثابت الكل هيتحرك بارتياحيه. لما كنا بنتكلم تمارينا في الشولدر، لما بنتكلم على الشولدر، لما كنا بنتكلم على الكور، لما بنتكلم على الهيب، بنتكلم على النيه، بنتكلم على الانكل، لما كل السن ده كله مرتبط بمين في الاخر؟ يا جاي من السباين يا طالع السباين، يا ديسندنج يا السن. فحتى العيان كمان اللي هيدخل لك الى ايه؟ جاي يشتكي من الركبه او يشتكي من الانكل او يشتكي من الهيب او يشتكي من ايده او يشتكي من كوعه او يشتكي من رقبته او من كتفه، مش هيعالج عيان اصلا شولدر بدون سيرفيكال او دورسال سباين. السكابولا ماسكه فين؟ اسمها اكزو سكابولا ماسك. كل المصري اللي شغال على السكابولا ماسكه في مين؟ في الاكزو سكابولا. واحده من مين؟ من السيرفيكال سباين كاور تراب والميدل واللور والدورسال سباين. السريتس من الريب كيج وراحه في السكابولا. البيك مايلون من الريب كيج راحت في الكراكويد. الرومبويدس من السباين بروس راحت في الميدل جوردر في السكابولا. والسكابولا هي الفيس واللي مثبتها مين واللي بيحركها مين؟ والسكابولا عشان تظبط هي تلتني تلتني موشن والتلتين فين؟ دي هما مش الكلام ده قلناه؟ ولا ايه؟ ولا امتحاننا خلاص؟ امتحاننا خلاص مش لازم بقى. ماشي. فعشان اعالج عين كتف لازم اظبط من السكابولا، عشان اعالج عين تنس ايجو اللي هو الكورن اكستنسور اللي هو بتاع او جولفر ايجو لازم اظبط السكابولا. عشان اظبط السكابولا لازم اظبط مين؟ سيرفيكال سباين، دورسال سباين. اللي بعد يبقى ده البادي. كل بقى فوق منطقه هناخد بقى البادي بتاعها قد ايه والفرتيبرال كمان قد ايه عشان نقطه، عشان دي نقطه. النقطه الثانيه كل ما تنزل لتحت حجم البادي بيزيد لان الويت بيزيد والبادي جروش الويت. كل ما تطلع لفوق حجم البادي يقل والفرتيبرال كمان توسع. يعني تطلع فوق
البعد يقل والفيرتيبرال كان توسع لان سباينال كورد زي كابل ماشي واسع كل ما ينزل واسع هيرفع كل ما ينزل واسع وحشمه ماشيه مع بعضها طلع اور ليم طلع دورسال سباين طلع لمبر لور ليم خلاص اللي باقي خالص في الاخر روح على مين على الجينيال اريا او الجينيتال اورجانس خلاص دي اخر حاجه اللي في النهايه في الديل في الديل يبقى كل ما تنزل تحت الفيرتيبرال كان حجمها ايه يقل كل ما تطلع فوق الفيرتيبرال كان حجمها يوسع كل ما تنزل لتحت البادي يكبر كل ما تطلع لفوق البادي يقل دي نقطه النقطه اللي بعدها بقى نبص على الصوره كده بالجنب ده بادي بادي انتر فيرتيبرال ديسك المنطقه دي اسمها مين الانتر فيرتيبرال كانال الانتر فيرتيبرال فورم ده الفورم انتر فيرتيبرال فورم الفورم ده طالع فيه مين ال 31 بير بريفرال نيرفز يعني كل البريفرال نيرفز طالع الابر لمب واللور لمب ماشيه في الكنال دي فمعنى هذا انها مرتبطه بالفيرتيبرال كانال من جوه ومرتبطه بالديسك ومرتبطه بالزلجو او الفيزيال جوينتس يعني اي مشكله على مستوى الفاسد ما قلنا ده فاسد بلاند سايموفيال جوينتس يعني في هايلاين كارتج يعني بيحصل له افيوجن سايموفيال يعني بيحصل له وير اند تير يعني بيحصل له خشونه يعني حجمه بيزيد ويكون اوستوفايتس ده مين من ورا فاي متلاحه عظميه او زياده في الحجم هنا مش تاخد مساحه المكان ده يبقى اي مشكله هنا هتاثر فين على النيرف روت النيرف روت ده غاز ايه اللي هو البصر الزرور ليه لو ضغط هيخنقه يعني ويكنس لو عمل ريتيشنز هيعمل بين مسمع خارجي او ايدك اي مكان الليفل اللي بقى لو في اي مشكله في الديسك يعني الديسك ده طلع من مكانه حصل له هرنيشن او بالج او انزلاق اللي هو الدرجه بتاعتنا ايه اللي هيحصل؟ هيزنوا على ده. ما هو لو طلع من مكانه هيعمل ايه؟ هياخد مساحه من الحته دي. لما ياخد مساحه من الحته دي الثمن هيكون ايه؟ برضه مشكله ثانيه. تمام؟ النقطه اللي بعدها. ايه الفاكتورز اللي افكتنج الموشنز؟ اللي بيحكم بالحركه حاجتين مهمين جدا. حاجه اسمها بادي انتر فيرتيبرال ديسكريشن. بادي انتر فيرتيبرال ديسك ريشيو انا عندي بادي بادي في ديسك بينهم الحجم من البادي حجم البادي او السايز بتاعه حجم الديسك هيحدد المسافه اللي يقدر يتحركها مين الفقره على الفقره ده واحد يبقى بادي انتر فيرتيبرال مسافه بينيها بين الاثنين حجم المسافه اللي بين الفقره والفقره اللي هو السايز بتاع الديسك هو اللي هيحدد حجم الحركه اللي هتحصل على مستوى مين؟ الليفل ده او الفانكشن يونت دي او الليفل ده بالذات يبقى بادي انتر فيرتيبرال ديسك ريشيو ده رقم واحد اثنين الفاسد الاينمنت وضع الفاسد هيحدد مين؟ الموشن وضع الفاسد الاينمنت وضعه بالظبط هو اللي هيحدد الموشن بس الفاسد مسؤول عن حركه كده بتتحرك ولكن وضع الفاسد هيحدد الموشن صباح الفل الحمد لله والسلام اقف واحد بادي انتر فيرتيبرال ديسكريشن اثنين فاسد الاينمنت فاسد الاينمنت الفاسد وضعه كلنا لما بنشوف الحصان لو شديت كده ايه اللي يحصل؟ شديت كده بروح فين؟ شمال شديت لفوق يطلع لفوق شديت لتحت بص لتحت الفاسد الزوايا بتاعت الفاسد وضع الفاسد نفسه هو اللي هيخلي الزوايا اللي هو موجود بيها اللي هيخلي لان هو ده اللي بيتحرك اللي هيخلي الفرتيبري تتحرك في اتجاهات مختلفه يعني على سبيل المثال الفاسد موجود بزاوية 45 في السيرفيكال سباين وبزاوية 0 على الفرونت يعني ايه؟ ده الترانسفير بلان
الفاسيت موجود على الترانسفير كده زاويه 45 درجه. يعني هو موجود ده لو اعتبرنا ده الترانسفير بلان ده كده الفاسيت موجود بالشكل ده. يعني الفاسيت عامل كده على مستوى مين؟ 45 درجه على مستوى مين؟ سيرفيكال سباين وزاويه 0 على الفرونتال بلان. طب كده بيسمح بفليكشن اكستنشن سايد بين سايد بين روتيشن رايت روتيشن ليفت. المايك ده بتاعك؟ اه بتاعك. طب استنى بقى لما اخلص. يبقى على مستوى سيرفيك سباين موجود بزاويه 45 مع مين؟ مع ترانسفير وزيرو. فكده بيسمح بايه؟ فليكشن اكستنشن سايد بين زي الابدكشن كده بتاع الشولدر سايد بين روتيشن رايت روتيشن ليفت. على مستوى الدورسال سباين موجود بزاويه كده وتعليله بقى كان محطوط كده كان موجود بزاويه 45 المره دي هيبقى موجود بزاويه كام؟ 60 بزاويه 60 ولكن موجود بزاويه ثانيه مع الفرونت بلان 20 درجه. فده بيسمح ريفليكشن اكستنشن سايد بين سايد بين وشويه روتيشنز. بس الليميتيشن بتاع الروتيشن مش عشان مش عشان الفاسيت الاينمنت عشان الريبس هي اللي عامله ريستريكشن الموشن. على مستوى اللمبر سباين موجود بزاويه 90 و45 على مين؟ على الفرنت. يعني هو مع ده عامل زاويه 45 وعلى الترانسفير قائم. يعني هو كده كده بالظبط. يبقى هو في اللمبر ايه؟ كده 45 درجه على الفرنتال و90 على الترانسفير. في الدورسال سباين موجود بزاويه 60 مع الترانسفير و20 مع الفرنت. في اللمبر 0 مع الفرنت 45 سنتيمتر. يبقى نشوف المنظر. طب احنا ايه وجع القلب ده؟ ده سيرفيكال سباين كده. ده معناه عشان لما تيجي اصلا لما كنا بنعمل اسسمنت كنا بنعمل اسسمنت ايه بقى؟ اكل فيسيولوجيكال بس فيسيولوجيكال بس اكسسوري يعني نقول العين حرك. بعد كده نحرك احنا بس بعد كده نحرك احنا مين؟ اكسسوري. شفت اللايننج؟ المفروض ده كونكيف على كونتكست اللايننج ان ذا سيم ولا اوبجيت سيم. طب انت النهارده راجع عايز ست سباين ديسوردرز ورايح حياتك هتزوق كده ولا هتزوق كده؟ يعني انت بتعمل اوبريشن ست سباين تعملها كده ولا كده؟ تعمل اوبريشن بتاعك الله يبارك. طب دورسال سباين زاويه 60 لمبر سباين 90 فلازم ده احطها روتيشن. تمام؟ يبقى واحد 45 سيرفيكال سباين اللي بعدها دورسال سباين 60 سيرفيكال سباين 90 90 ترانسفير و 45 على الفرنت. دورسال سباين 60 على الترانسفير و 20 على الفرنت. سيرفيكال سباين 45 على الترانسفير و 0 على الفرنت. ده هيفرق في ايه؟ هيفرق في الديجري اوف فريدم في عدد الاوستيوكينيماتكس جوينت موشن المسموح بيها. الاوستيوكينيماتكس جوينت موشن اللي هي في السيرفيكال سباين فليكشن اكستنشن سايد بين رايت سايد بين ليفت روتيشن رايت روتيشن ليفت. لسه بقى هناخدهم بقى. السيرفيكال سباين اصلا الرينج متوزع 50% سي 1 سي 2 مش 50% التانيين 40 من ثالثه ونازل لحد السادسه و10% من الدورسال سباين. بص هناخد الفليكشن اكستنشن على مستوى السيرفيكال سباين سي 0 سي 1 فيها 30% 50% من 3 4 5 و20% من الدورسال سباين.
ده الفول رينج بتاع مين؟ سباين ترانزيشن اكستنشن. هناخد ده بالتفصيل بس لما ندخل في الوصول، بس ده مبدئيا. يبقى تاني اللي هيسمح بالموش على مستوى السيرفايكال سباين، الموش اللي مسموح بيها فليكشن اكستنشن، سايد بين رايت سايد بين ليفت، روتيشن رايت روتيشن ايه؟ ليفت. ايه اللي يسمح بده او بيخلي ده مسموح بيه؟ واحد البادي انتر فيرتبرال ديسك ريشيو الاعلى، الديسك على مستوى السيرفيكال سباين 3 مللي حجم ارتفاع، الديسك على مستوى الدورسال سباين 5 مللي، الديسك على مستوى اللامبر سباين 9 مللي. يبقى حجمه على مستوى السيرفيكال 3، مستوى الدورسال 5، مستوى اللامبر 9. ولكن البادي انتر فيرتبرال ديسك ريشيو الاعلى، الحجم البادي صغير جدا في السيرفيكال، فالاعلى موبيليتي سيرفيكال سباين، يليها لامبر سباين، اقلهم موبيليتي الدورسال سباين. اقلهم موبيليتي مين؟ الدورسال سباين. الاعلى موبيليتي مين؟ سيرفيكال سباين. يليها اللامبر، يليها الدورسال. يبقى اقلهم موبيليتي مين؟ الدورسال سباين. البادي انتر فيرتبرال ديسك ريشيو ده فاكتورز اللي بيحكموا الموبيليتي، والفاسيت الاينمنت بيحكم الديجري اوف فريدم، ديجري اوف فريدم يعني بيسمح بكم درجه حريه في الحركه، دي او اف للفاسيت الاينمنت. في السيرتيكال بيسمح بثلاثه، في الدورسال بيسمح بثلاثه، في اللمبر بيسمح باثنين فقط، مفيش روتيشن في اللمبر. الروتيشن لو في روتيشن في اللمبر موجود على مستوى ال 5 اس 1 وده حوالي 10 درجات يعني مش لا يؤخذ به، ولكن الروتيشن بين السيرفايكال والدورسال. سايد بيندنج موجود في الثلاثه، الفليكشن موجود في الثلاثه، ولكن الرينج كموبيليتي في السيرفيكال واللمبر اعلى من مين؟ من الدورسال سباين. وعرفنا الاسباب. اللي بقى السباين موجود ككيرفز، اوف لو بصينا له لاترال هيبقى فيه أربعة كيرفز، اتنين برايمري واتنين سكندري. برايمري كيرفز الأولاني اللي هو الدورسال سباين والساكرال سباين. قلنا البرايمري كيرفز تبقى دايما كيفوتيك، ده وضع الجنين يورينج يوتراين لايف أهو، ده الطفل والسونار واخد كيفوتيك ولا لوبوتيك؟ كيفوتيك كيرف. فالبرايمري كيرفز دايما اللي هي بتكون ايه؟ الكونتينر بتاع الفايتال اورجنز. فانت عندك دورسال سباين هتبقى كيفوتك لان فيها لونج كارديك ماسلز، ساكرال سباين كيفوتك عشان فيها مين؟ برودكتيف اورجنز، ديسكارد كيفوتك عشان فيها مين؟ برين. سكندري كيرفز اللي هي السيرفايكال سباين هتبقى لوردوتك بوستيريك كيفوتك انتير وكذلك اللمبر سباين. كنا قلنا ابر بروس ولور بروس، تايب ويك تايب ويك، التايب من اي كونكافيتي تايب، اي كونفكسي ويك. فكده المصرف اللي هنا على مستوى الدورسال سباين البوستيريور هتبقى ويك، المصرف الانتيريور هتبقى تايب، والدورسال سباين البوستيريور هيبقى ويك والانتيريور هيبقى تايب، والعكس تحت انتيريور ويك بوستيريور تايب. دورسال سباين على مستوى الساكرم اللي معاها البلفس هيبقى معاها تايب اليوزوس ويك ولوتس ناس. سكريننج محاضره بتاعت الهيرب. Spine. Spine movement is a combination of intervertebral disc and facet. يبقى الموش على مستوى السباين عشان اوطي اجيب ده واطلع تاني، عشان اوطي رقبتي كده وارفعها تاني عشان اجيبها يمين اجيبها شمال، اللي فيها رايت ليفت اللي فيها رايت، ده مش ديسك بس. The combined motion by the intervertebral disc and facet. الانترفيرتبرال ديسك والبادي ريشيو العلاقه بينهم وبين بعض بتحدد مدى الحركه. والفاسك بجايد فبيسمح بجايد. الفاسك الاينمنت وجوده بزاويه 45 على السيرفيكال بيسمح بالسليب لارا، يعني يسمح بالسليب بحركه سيدي جلو فريدر فليكشن وستنشن وسايد بيننج روتيشن. وجوده بالشكل اللي موجود فيه في الدرسال سباين بيسمح بسيدي جلو فريدر فليكشن اكستنشن سايد بيننج سايد بيننج روتيشن وروتيشن، ولكن ليميتد موشن عشان بادي انتر فيرتبرال ديسك ريشيو على مستوى الدورسال سباين قليل. البادي انتر فيرتبرال ديسك ريشيو على مستوى السيرفيكال سباين الاعلى يليه اللمبر، فاللمبر اعلى موبيليتي.
يعني سيرفيكال لامبر اقلهم دورسال. ده الشق الاولاني كموبيليتي او كموشن اوستوكينيماتكس. الديسك كلنا بنسمع عمي اخويا مش عارف مين جاري بابا عمه مش عارف اي حاله عمل اشعه وطلع عنده انزلاق غضروف. ايه هو الغضروف؟ ما احنا عايزين نعرف وات از ذا باثولوجي وير از ذا باثولوجي. كويس انها جت هي تيجي 7:30 الصبح جت 7:30 بالليل يعني معايا جزاك الله خير 7:30 بعض. الغضروف ده فين؟ السباين. الغضروف ده موجود فين؟ بين البادي وبين البادي. الغضروف ده ايه؟ نعرفه. يبقى وات از هو موجود فين؟ في الفقرتين. طب الفقرتين بين في اي جزء في الفقرتين؟ بين البادي والبادي. طب بما انه بين البادي والبادي يبقى هو شايل كام من البادي ويت؟ 80%. وطالما شايل ويت يبقى لازم يكون في خواص ميكانيكيه مختلفه. ايه هي؟ هيبقى ليه هايدروستاتيك انترا ديسك بريشر. هيبقى ليه هو لازم يبقى في ميه. يبقى الديسك بيتكون من حاجتين اساسيتين. اثنين كومبوننت اساسيتين. ايه هما؟ انيلوس فايبروزس نيوكلاس فايبروزس. جاي من اسمها فايبروزس. بال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 
او المحتوى او الحوصله الخارجيه للديسك اسمها انيولس فايبروزس. يبقى انا عندي نيوكلس بالبوزس وانيولس فايبروزس، دي واحد. النيوكلس بالبوزس هي اللي جوه، هي اللي فيها الميه، هي اللي الميه بتعدي منها عن طريق الكارتلينس اند بليت وتروح الكانسيلا سبون وتجيب النيوترون وترجع. النيوكلس بالبوزس لما يكون عندك حاجه وليها محتوى من بره تضغط عليها، الكومبريشن فورس على مستوى النيوكلس بالبوزس لو انت ضغط على حاجه جيلاتينيه وضغط عليها فيها ميه، التنشن او الكومبريشن هيتحول لمين؟ لتنشن على الاوتر. يعني كيس فيه ميه وضغط عليه، الكومبريشن اللي عملته هيتحول لمين؟ لتنشن على مين؟ على الكيس نفسه او البالونه. لو انا بالونه فيها ميه وضغط على البالونه ايه اللي هيحصل؟ الميه هتحول من كومبريشن فورس لتنشن فورس على مستوى مين؟ الانيلس بالبوس. يبقى النيوكلس بالبوس شوك ابزوربر ده واحد، الترانسفيد فورس تعمل ترانسميشن للفورسز الكومبريشن فورس لتنشن فورس على مستوى مين؟ الانيلس بالبوس. النيوكلس بالبوس زي باقي الكونكتيف تيشو، فيها سيل يا كوندروسايتس وفايبروسايتس بس ميدي كوندروسايتس، فيها كولاجين بروتينز اللي هو ميلي تايب 2 كولاجين تايب 1 بس تايب 2 اكتر من تايب 1 عشان يتحمل كومبريشن وسنتنشن، فيها جلوكوزا مايو جلايكان وبروتو جلايكان اجريكان وهاليورونيك وهاليورونيز وكوندراتين سلفيت، ده كله موجود جواها. كل المواد كنا قلنا عليها ان هي هايدروفيليك يعني محبه للميه، تقدر تستقطب الماء، فتقدر تمتص الميه منين؟ من البول. والميه جايه بيها مين؟ نيوترينت. فيها مين؟ فيها امينو اسيد وفيها جلوكوز وفيها بروتين، فيها الحياه، فيها جلوكوز، فيها الحياه بتاعت مين؟ الغضروف والانس فيبروس. طب الحياه بتاعت الكل مش حياه النيوكلس بالبوز بس، ده واحد. يبقى هي النيوكلس بالبوز لوكيت ان ذا سنتر اكسبت موجوده في السنتر ما عدا في اللمبر سباين، اللي في اللمبر سباين موجوده موستيريو لان الاوتر الانتيريو فايبر بتاعتها سيك قوي حجمها كبير قوي وهي ضعيفه ورا، وعشان كده معظم الكومن ديسك او ديسك برولابس او الهرمياتيك ديسك او العيال يقول لك عندي انزلاق في الغضروف بيكون فين؟ قطنيه، عندي انزلاق في القطنيه، عندي انزلاق في القطنيه. يبقى هنتكلم دلوقتي في الاسباب. يبقى الاول فيها ووتر، فيها بوتوش لكن اجريكان، فيها كل المواد الهيدروفيليك اللي هي جراوند سابس اللي كنا اتكلمنا عنها المحاضره السنه اللي فاتت، في مين؟ كونكتيف تيشو.
يا خسارة. تمانين لتسعين في المية واتر كونتنت اللي بعده فيها عشرين تاني. الديسك ديسك 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 مجموعهم كلهم التلاتة وعشرين ينسلوا عشرين في المية من الطول بتاع البني ادم. يعني انا لو طول المنطقة دي من عند سكوكس لحد السيرفيكال سباين سي 10 سنتي 2 سنتي منهم ديسك ديسكس مش ديسك واحد ديسكس ده واحد. الديسك يخضع لخاصية الكريب. تكوين الكريب فرع الشجرة هو بيخضع ليها. ومعنى هذا ان الديسك او احنا بنطول الليل هو مسحه الصبح 15 ل 25 مللي واخر اليوم بنقصر نفس المسافه. يعني احنا بنطول 15 ل 25 مللي ونقصر 15 ل 25 على اخر اليوم. يبقى الديسك طالع نازل كريم شجره خدت الفرع ونزلت شفت الثمره رجعت تاني. دي اسمها مين؟ الكريم. وده نتيجه مين؟ ميكانيكال بروبابيلتيز اللي اتكلمنا عنها كميكانيكس والستريس والسترينز والاستك والستيفنس حدث ولا حرج. ماشي؟ بس خلاص. الديسك ده الانلس فيبروزيس ده انلس فيبروزيس ده نيوكلاس بالبوز ده الماده الجدنيه او النيوكلاس. نيوكلاس بالبوز بتتكون من مين؟ 80 ل 90% ووتر جلوكوز او مايكروس دايكان بروتوس دايكان اجريكان كونتراتين سلفيت كل المواد دي هيدروفوليك كولاجين بروتين تايب 1 تايب 1 قليل جدا 10% كولاجين بروتين تايب 2 80 90%. ده مين؟ اللي جوه. اللي بره بقى اسمها مين؟ انيولاس فيبروز. الانيولاس فيبروز من 10 ل 12 لامين ايه؟ طبقه. بس سبحان الملك هو الكومبريشن فورس تتحول لمين؟ تنشن فورس نتيجه مين؟ النيوكلاس بالبولز والوتر كونتنت اللي جواها والهيدروستاتيك بريشر. فده يترتب عليه تنشن. فالفايبرز بتاعه الكولاجين فايبرز محطوطه بلايرز بحيث عارفين الباب الباب اللي هو حديد يتقفل في بعضه كده ويرجع تاني. هي معموله بالطريقه دي بحيث ان انت انا ضغطت او شديت كده تعمل كده. يبقى الزيت مش ودي طبقه، الطبقه الثانيه تلاقيها عكسها والثالثه عكسها والرابعه بتمشي بالطريقه دي. بحيث ان انا النهارده وطيت بالطريقه دي يبقى الفايبرز اللي موجوده الطبقه دي هي بتشد وتزيد وتزيست تعمل كوليسترين الفورس دي او الكوبريشن فورس دي او التنشن فورس دي. لو انا نزلت بالطريقه دي فايبر ثانيه، لو انا نزلت بالطريقه دي فايبر ثالثه، لو انا نزلت مباشر فايبر رابعه. فموجوده بالشكل ده. فايبرز هنا عامله ازاي؟ ده الكولاجين. اللي وراها عامله ازاي؟ اللي بعدها عامله ازاي؟ اللي بعدها وهكذا الطبقات ورا بعضها. 10 ل 12 لايرز بالطريقه دي. وميلي طيب 1 كولاجين 98% هي اصلا افاسكولار ولكن بارشلي انرفيتد باي ساينو فيرتيبرال نيرف. يعني الديسك نفسه ما بيوجعش ولكن لما بيحصل تنشن وشد على الاوتر فايبر بتاعته او السرير على الاوتر فايبر يبدا يعمل مين؟ اوجاع. يبدا يعمل اوجاع. ده شكله كاليبريك. تبص ده النيوكلاس بالبوزس الليرز بتاعت الانيوس فيبروزس اهي. انيوس فيبروزس نيوكلاس بالبوزس انيوس فيبروزس وادي النيوكلاس بالبوزس. نيجي بعد كده بقى يبقى احنا خلصنا الجوينتس خلصنا الاستيولوجي مش تفصيلي الانتيشنز نظرة عامة. نيجي بعد كده كل فيرتيبري ماسكة في الفيرتيبري اللي وراها لازم تلاقيها. يبقى عندي مجموعة أربطة. إيه هي الأربطة؟ أنتيريو لونجيتودينال ليجامنز ده قدام ورا الفيرتيبرا كان ورا الديسك وسيريو لونجيتودينال ليجامنز
بين السباين بروسيس وسباين بروسيس انترا سباينس ليجامنتس. فوق السباين بروسيس سوبرا سباينس ليجامنتس. يبقى انترا سباينس سوبرا سباينس انتيريور وبوستيريور فانكشنال ليجامنتس. وفي ورا في اللامينه حاجه اسمها ليجامنت انفلافا. وبين الترانسفير بروسيس وبعضها انتر ترانسفير ليجامنتس. يبقى هنقولهم تاني صعب ايه؟ صعب بقى يا جماعه. واحد انتيريور فانكشنال ليجامنتس بوستيريور فانكشنال ليجامنتس انتر ترانسفير ليجامنتس ليجامنت انفلافا انتر سباينس سوبر سباينس. يبقى ايه الليجامنتس اللي موجوده هنا؟ السباينس. يبقى انتيريور لونجيتيودنال ليجامنتس بوستيريور لونجيتيودنال ليجامنتس بوستيريور انتر ترانسفير ليجامنت انفلافا سوبر سباينس انتر سباينس. يبقى ايه الليجامنتس اللي موجوده في السباينس؟ يبقى كده كاستيولوجي بادي بادي بيديكي ترانسفير لامني سباين بروسيس. كاستيولوجي انتر فيرتيبرال ديسك وزايجو اوفيزيال جوينتس. الانتر فيرتيبرال ديسك قدام واثنين زايجو اوفيزيال من ورا. الزايجو اوفيزيال جوينتس ده لينس النوفيال جوينتس واللي قدام كارتيلاجينس. الديسك نفسه بيتكون من انيلس فيبروزس اند نيوكلس بالبوزس. الانلس فيبروز تتكون من 10 ل 12 لامني او ليرز اوف كولاجين فايبرز ويتش ار تايب 1 تمانين تسعين في المية. النيوكلاس بالبوزس تتكون من 80 ل 90% ووتر كونتنت وفيها وهي هيدروفوليك جلوكوزا مانيوش دايكان بروتوش دايكان اجريكان كوندراتين كوندراتين صالفيت هيدروفوليك. مع العمر والايجنج الووتر كونتنت بتقل. الكوندراتين صالفيت والجلوكوز والاجاز والبروتوش دايكان كلها بتقل ودي اللي بتمتص الميه فالقدره على امتصاص النقل بتقل. فبالتالي المسافه بين الفقرات وبين بعضها بتقل وبالتبعيه الحركه بتقل وبالتبعيه الويت بترانسليت من انتيريور تو بوستيريور. بعد ما كان 80% انتيريور 20% بوستيريور هيبقى الويت اكتر ايه؟ بوستيريور. وده اللي بنشوفه بعد شويه. ده عنده كولابس وتلاقي ده بالشكل كده عنده تاكش. يعني الديسكس ببعضها وببعضها بتكون كام؟ 20% من الطول. فالوتر كونتنت دول هيقل. اللي بعده الويت هيشفت من انتيريور تو بوستيريور. طب واحد وهو ربنا خلقه يشيل 20% بدا يشيل 30 او 35 ايه اللي يحصل له؟ ويت انتيك مش هيقدر يشيل. يحصل له ديجنريشن فيحصل له مين؟ خشونه. فيحصل خشونه. اتفقنا يا شباب؟ يبقى بتبدا الاول ديسك وبعد كده الخشونه. صح دي نقطه. النقطه اللي بعدها انت عندك الانتر سباينس سوبر سباينس بعد كده في حاجه اسمها ليجامنت انفلافا. ده اليمين الاصفر لانه 70 في 80 70 80% منه مين؟ الاستن في الاسيستي هو عباره عن كشن مانيوم عشان يقلل مين؟ الاحتكاك والفريكشن مع مين؟ مع الفيرتيبرا الكمائل اليورا والارنويد والمايا ماتر اللي هي الاول المنجيز بتاعت السباينال كورد. وده كله هنجيبه باشكاله والليجامنت اللي ماسكاها ماشيه ازاي والبطسر ده اللي طالع والبطسر ده اللي نازل. بس واحده واحده. يبقى ليجامنت انفلافا بعد كده الانتيرو بتوع ليجامنتس البوستير سوبرا سباينس انترا سباينس سوبرا انترا سباينس سوبرا سباينس. ده الليجامنت مين؟ البوستير وكده البوستير وكده ليجامنتس ساند بس الحته السنترال. فعشان كده دايما العيان يقول لك الالم في دراعي اليمين او رجلي اليمين او رجلي الشمال. قليل قوي لما يجي يقول لك الالم في ايه؟ في رجلي الاثنين لو خرج سنترال لان الجزء السنترال سبورتد باي بي ال ال وسيرو كده ليمز. صعب ان يلاقي عين ديسك انتيرو ديسك. الديسك ما بيطلعش انتيرو ديسك بيطلع دايما ايه؟ بوسترولاترال او بوستيريور. بوسترولاترال ميدي وسنترال وبوستيريور بعدها. الهايست انسيدنس اوف لامبر ديسك او سيرفايكال ديسك. سيرفايكال ديسك الديسك اكثر حدوثا في نهايه المتحرك وبدايه السابق. نهايه المتحرك اللي هي L5 S1 على مستوى اللامبر. نهايه المتحرك وبدايه السابق الدورسال
يبقى سي 6 سي 6 7 5 6 يبقى 5 6 6 7 سيرفايكال 4 5 5 اس 1 لمبر ده بص كومن سايد اوف ذا ديسك. الديسك يا اما الانوس البروستد داتا والنيوكلاس بروستد خالص دي هرميشنز يا اما يطلع حته تطلع سيكوستريشن يا اما بالج وده كلها باثوجينيس اوف ذا ديسك هرميشن بالج سيكوستريشن ده كلها الباثولوجيز بتاع الانتر فيرتيبرال ديسك. ده شكل الديسك كاديفيك الباثولوجي بتاعه اهو ده طبيعي لان الاسفنكس موجوده اهي هنا معلش موجوده فالديسك خرج وبدا يضغط على مين؟ على النيرف رود اللي خارج في الانتر فيرتيبرال ايه؟ كورنيك. نشوفه هنا بالشكل ده الديسك ووتر كونتنت والووتر بتظهر في حاجه اسمها تي 2 ام ار اي بيضاء. فالووتر كونتنت لما تقل يا جماعه يبقى ببص الرنين الاقي الديسك ده ابيض 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 يبقى الدنيا ايه؟ وذ النورمال. لما الاقيه هنا غامق ابص قصاده هلاقيه خارج من الكاميرا اهو. يعني ابيض ده ووتر كونتنت 90% الووتر كونتنت بيوزع على مساحه اكبر تركيزها هيبقى اقل يبقى المصاعان بتاعتها هتبقى اقل. هيبقى اقل اضاءة اقل مساعة اقل بياضا او سواد نهائي. سواد نهائي يبقى خلاص ما عادش فيها. دكتور نعم الكومن سايت للديسك بحددها على اساس ايه؟ بتحددها مين اللي نهايه المحرك وبدايه ثابت لما النهارده الحته اللي هي عم تفصلها بقى تبقى ماشي وتحرك فيها اللي هتتعرض لاصابات اكتر ولا الحته اللي ما حدش بره منها؟ لا مفصله اللي هيتعرض للاحتكاك اكتر الحته اللي بتطلع في الكارت ده دي ولا اللي في النص؟ بتاع الابدات كم الابدات الحته اللي بتتحرك في نهايه السيرف المتحرك ولا الحته الثانيه؟ نفس القصه ده اللي هيتعرض للسيس اكتر ده المكان اللي بتقطع في التنجنز او الليجنز هي حته جانكشن بتاع سوفت عشان كده كونكشن ما بين السوفت تيشو او الكونكتيف تيشو والهارد البول بتبقى بتمر بمراحل كنا قلنا عنها الميكانكس. الليجنز ده الانتيرو جلال ليجامنتس ده البوستيريو جلال ليجامنتس ده ليجامنت انفلافا ده الانترا سباينس ليجامنتس ده السوبرا سباينس ليجامنتس. الليجامنس المكان ده الانتر فيرتيبرال فورامن اللي بيخرج منه فين؟ اللي بيخرج منه 21 بير اوف سباينال نيرفز 31 بير اوف سباينال نيرفز. واضح ان المكان ايه؟ عشان 21 بقى 31 ركز بقى شويه. واحد ده السوبر سباينس ليجامنتس الانتر سباينس ليجامنتس الاصفر ده مين؟ الليجامنت انفلافا اللي قدام ده مين؟ الانتيبوسيرو تينا ليجامنتس اللي قدام خالص يعني اللي قدام البادي انتير اي ال ام انتير روتينال ليجامنتس اللي ورا الديسك الفيرتيبرا كانال بي ال ام بوسيرو روتينال ليجامنتس اللي ورا ده في اللامني ليجامنت انفلافا اللي بين الترانسفير بروسيس ترانسفير بروسيس انتر ترانسفير ليجامنتس اللي بين السباين وبعضها انترا سباينس ليجامنتس اللي فوق السباين سوبر سباينس ليجامنتس يبقى سوبر انترا ليجامنت انفلافا انترا ترانسفير بي ال ال بيصيروا تير ليجامنتس كانتيرو تير ليجامنتس ده ليجامنتس الجوينتس كانتيلاجينس جوينتس اللي انت بتعتبر ديسك زائد ابوفيزيال جوينتس اللي هو الفاسيت جوينتس زائد ابوفيزيال جوينت. تمام؟ تمام يبقى ده الاستيولوجي والارثرولوجي. السباين بتتكون من اثنين كولمز الانتيري كولمز بتتكون من البادي والانتر فيرتيبرا البوستيري كولمز بتتكون من اللامني والبيديكلز واللامني والستانسفير بروسيس والسباين بروسيس ده جنرال. السباين بروسيس لا في السيرتيكال سباين مش فيها حاجه في اللمبر سباين في حاجات ثانيه يعني في السيرتيكال سباين فيها الفورم ترانسفير اللي ماشي في مين؟ فيرتيبرا الارتر اللي بيكون ويدخل عن الاطلس ويكون اجزاء البازلر والبازلر يكون البوسيرو سيريبرال والبوسيرو سيريبرال مع الانتيرو سيريبرال يعمل سيركل فويدز بلاد سبلاي بتاع البرين وبلاد سبلاي اوف ذا برين خمسينه وستيريو واربع وثلاث اخماس انتيري الثلاث اخماس من الكاروتيد والخمسين من مين؟ بس فايتل عشان كده العين بتزهق لما يضرب واحد على راسه يزبل ويفقد الاتزان ما يبقاش شايف. لما واحد بعض الناس لما يبقى عنده مشاكل في الرقبه يصدع
او اللي ما عندوش اتزان او عنده ضخم زغلله، ده كله مشاكل فيرتيبرو، مشاكل سباين. يعني في حاجه اسمها سيرفايكو جيني كده، صداع، مشاكل الرقبه. في فيرتيبرو اللي هو اي هاند كوردينيشن، الموشن بين هاند والكوردينيشن عشان البالانس. وكل ده مرتبط بالبلد سبلاي، البلد سبلاي اللي طالع للسيربيلم. وخمسين المخ من ورا واخد من مين؟ من الفيرتيبرال الارتي. والفيرتيبرال الارتي ماشي فين؟ في الترانسفير بروسيس بتاع السيرفيكال سباين. شوف السيرفيكال سباين اهميتها عامله ازاي؟ شايله التغذيه بتاعت مين؟ 40% من المخ. الفاسيت جوينتس، الفاسيت جوينتس ده بلان سايلوفيال جوينتس موجود على كل الليفت اوف ذا سباين من فوق لتحت. هو بلان نفس الدايركشنز اكسبت سي 0 سي 1 اوبزيت. سي 0 لوكسيك مع الاطلس ده الوحيد الاوبزيت، والباقي سيم دايركشن. وصلت ايه كده؟ 2-1 مرة فاتت قوي. ده لا تبقى الفاسيت سوبيريور، وده مين؟ الانتيريور، وده الفاسيت جوينتس. بس ده فين؟ لمبر. لا مستوى لمبر فيسمح لمين؟ فليكشن اكستنشن صارت بينهم، في روتيشن لا. لا يسمح بروتيشن. الفاسيت جوينت كبسول، كل جوينتس دي كبسول، زي الشولدر ليه كبسول، والنيل ليها كبسول، والاكل ليه كبسول، والالبو ليه كبسول، كل ده ليه كبسول. هو سك في برضه في الجنكشن بين المتحرك والسالب، يعني 6 جوينت كبسول نهايه السيرفايكال اللي هو تي 1 سي 7 تي 1 تي 2 ونهايه الدورسال ولايه اللمبر اللي هو من تي 12 ولايه لحد ال 1. يبقى تي 12 او دي 12 ال1 اللي هي سيرفايكو لامبر جانكشن او سيرفايكو دورسال جانكشن، الحته بتاعت اللي بتبقى اللي في الاخر دي اللي هي الهامدي. ده السيكنس بتاع مين؟ موست الكبسول. فعشان كده الموست ليميتد رينج قلت لها ستارت متحرك بصعوبه دي. والسيكنس بتاع الكبسول مش موجوده بهزر، موجوده عشان نهايه متحرك وبدايه ثابت. هتقدر كل ما يكون سيك كل ما يكون ستابلت اكتر، يعني انت محتاج في المنطقه ثابت اكتر عشان يتقلل الريسك للغلط ميكانيكال سعور بس. الانترفيرتيبرال فورمن، الانترفيرتيبرال فورمن ده المسافه او المكان اللي خارج منه مين؟ النيرف روت. المكان ده بيضيق 20% مع الاكستنشن وبناره وبيزيد 24% مع الفريكشن. طب هستفيد بده ايه؟ هستفيد بده لما تعمل اكستنشن سايد بيندنج روتيشنز والقلب سامع، يبقى تعرف في المشكله فين؟ الفورمن ده عند النيرف رود ده. او لما تيجي تشتغل مع عيان هتوديه فليكشن اكستنشن افضل. اللي هيوايد فليكشن اكستنشن ده كفورمن، لكن كديسك اكستنشن احسن. هنقف هنا عشان الموضوع لسه بقى ايه؟ كفليكشن اكستنشن ده طول شرحه، بس نبقى عارفين اخر حاجه هنقف عندها ان الانترفيرتيبرال فورامين بيحصل له وايدنينج بنسبه 25% مع الفليكشن وناروينج بنسبه 20% مع الاكستنشن. اقعد منك ليه؟ انا لسه ما خلصتش. اقعد. اقول تاني. بادي 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 انترفيرتيبرال ديسك فيديكو ترانسفير بروسيس لامين سباين بروسيس ليجرز انتيريور ال ال بوسيريور للجوتيدنال ليجرز بينهم الديسك ورا اثنين فيديكو في اثنين ترانسفير بروسيس سوبيريور ارتيكولار فاسيت انفيريور ارتيكولار فاسيت سوبيريور انفيريور بقى مع بعض بتجيل زيكو انفيسيال جوينت او فاسيك جوينتس.
يبقى فانكشن نوت اوف ذا سباين اثنين فيرتبري مع بعض بينهم انتر فيرتبرال ديسك ورا اثنين زائد الارتيزيال جوينتس اللي بيحكوا الموشنز والموبيليتي بادي انتر فيرتبرال ديسك ريشيو الديسك على مستوى السيرفيكال سباين 3 مللي لامبر سباين 9 دوسر سباين 5 الفاسيك الاينمنت مع الترانسفير بلان والفرنت مع السيرفيكال سباين مع الفرنتال 0 مع الترانسفير 45 دورسال سباين فاسيت الاينمنت بزاويه 60 مع الترانسفير مع الفرونتال زاويه 20 على مستوى اللامبر سباين فاسيت الاينمنت زاويه 90 مع الترانسفير مع الفرونتال 45 معنى هذا ان انا عندي فليكشن اكستنشن سايد بيندنج روتيشن سيرفيكال فليكشن اكستنشن سايد بيندنج روتيشن دورسال فليكشن اكستنشن سايد بيندنج اونلي لامبر مفيش روتيشن في اللامبر ما فيش روتيشن فين؟ في اللمبر الا كم درجه كده على مستوى L5S1 اللي بعده الديسك بيتكون من انيوس فيبروس ونيوكلاس بالدورس الديسك بيمثل 20% من طول الفيرتيبرال كولر الديسك بيقل بيزيد ويقصر ويطول بحوالي 15 ل 25 مللي بير دي نتيجه كريب فينومينا نتيجة الانترا ارتيكولر هايدروستاتيك بريجر اللي موجود داخل الجسم الووتر كونتنت في النيوكلاس بالبولس 80 ل 90% الهايدروفيلك ماتيريالز اللي بتمتص جلوكوزا ماين جلوكان برودو جلوكان اجريكان كوندراتين سلفيت دي كلها بتمتص كل ما الووتر كونتنت بتقل مع السن بيبدا جوينت سبيس يقل والهايدروستاتيك بريجر بروبابيلتي بتقل وقدرتها على التشبع بتتغذى بالبيشر والديفيوشن ان شاء الله التشبع بتقل فبالتبعيه قدرته انه يتحمل اللوز والكلام من ده بتقل قدرته المسستين اللوز بتقل فدي جنريت الديسك الديسك او الانتيري كولن بيشيل 80% والبوستيري كولن بيشيل كام؟ 20% ده اول نقطه النقطه اللي بعدها او الاخيره خالص في عندي البادي حجم كل منزل تحت يزيد في الديسك الفرتبرال كنال كل منزل تحت حجمها يقل اطلع لفوق الفرتبرال كنال توسع انزل لتحت الفرتبرال كنال يقل اطلع لفوق البادي حجمه يقل انزل لتحت البادي كل ما عاوز بيت البادي حجمه يزيد البادي انت الفرتبرال ديسك ريشيو هو الاساس والمعيار في الحركه كل ما زادت كانت الحركه اعلى كل ما قلت حركة قلت وهي الأعلى سيرفايكا جاليها لامبر جاليها دورسال سباين اللي بعد الانترفيرتبرال فورامين يخرج منه ال 31 بير في سباينال نيرف الفيرتبرال كانال هي البيريكلز واللامن والليجامنت اوف لاف والانتيريو جيرال ليجامنت ماشي فيها مين؟ سباينال كورد أو اللي هو نهاية ال 1 ال 2 بعد كده بتكون بتكمل الكورد الاكوانيا والكوانيس اندلاس يبقى اي ليجنز بلو اللي بفوق اباف ال1 ال2 هتبقى ابر موتور نورمال مانيفستيشنز بلو ال1 ال2 هتبقى لور موتور نورمال ايه؟ مانيفستيشنز اللي انت في الكبر الفورم مع الفليكشن اللي بيحصل له وايدنج وحجمه بيزيد 24 ل 5 24% مع الاكستنشن بيقل بنسبه كام؟ 20% نقف هنا ونكمل المره دي قول يا محمد ثانيه واحده ايه الفرق ما بين الديسك كولابس والترنيشن قول اهتمام عشان نخبطش الناس بس نقولها في العرب يا مصر ينيس او هنقولها المرة الجاية مش مشكلة وانها في المخاطر بس عشان الناس ايه وصلت وهنتكلم عن الديسك والباص ينيس بتاعه المرة الجاية ان شاء الله يبقى احنا قلنا فين على السلايد ده سلايد كام؟ سلايد كام ده يا رجالة؟ حاجة وعشرين من مية حاجة وعشرين 25 من 125 يعني خمس شوفوا على خير إن شاء الله السلام عليكم.